أولئك رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. السلام عليكم. صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى آية بينات من الذكر الحكيم تلاها على ما سمعنا وإياكم القارئ إبراهيم يعلى. أدعو والحضور الكريم في البداية السيد رئيس مجلس مقاطعة عين الشق الأستاذ محمد شفيق بوكيران، السادة والسيدات أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أيها الحضور السلام عليكم ورحمة الله. نخلد اليوم الذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عن انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله في 18 من ماي من عام 2005، وهي فرصة للتأمل واستحضار ما تم إنجازه في هذا الإطار، خاصة النتائج المحققة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الأستاذ السيد العامل على عمالة مقاطعة عين الشق مشكورا لإلقاء هذه الكلمة الترحيبية. لله والصلاة والسلام على مثال رسول الله عليه وصحبه أجمعين. حضرات السيدات والسادة، بداية أرحب بجميع الجميع وأشكركم على تلبيتي الدعوة والحضور كما يشرفني ويسعدني باسمكم جميعا أن نخلد اليوم ذكرى 19 انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عن انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 18 ماي من سنة 2005. خديجة، وشد عضدكم بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه من عباده قريب وللدعاء سميع مجيب وبالاستجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. حرر بعين الشق يوم 9 ذي القعدة 1445 موافق 18 ماي 2024 خديم الأعتاب الشريفة عامل عمالة مقاطعة عين الشق منير حمو. شكرا. Thank you.
الشعبيه. تكلمي لنا على الحمله وعلى هذا النشاط. بالفعل اليوم عملت مقاطعه عين الشق كجميع عملات ومقاطعات الاقاليم كيحتفلوا بالذكرى 19 للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي عطى الانطلاقه ديالها وارسل الدعائم ديالها صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصرو. هذا اليوم هو كيخص واحد المحور صحه الام والطفل، واليوم هي وقفه باش نعطيو الانجازات اللي كانت على صعيد عمليه مقاطعه عين الشق في هذا المحور اللي هي مكتسبه من المرحله الاولى والثانيه وكانت استمراريه ديالها في الثالثه، من اصلاحات من معده طبيه من حملات تحسيسيه لتغيير السلوك لفائده هذه الشريحه ديال الامهات والاطفال الرضع وحديثي الولاده. بالنسبه لعملات مقاطعه عين الشق هذه المرحله الثالثه نجزت واحد 10 المشاريع اللي تغير السلوك واعطاء مكملات غذائيه لفائده الاطفال، هي في مجموع 10 المشاريع في المرحله الثالثه بغلاف مالي 1,500,000 درهم، استبنها 12,000 من النساء والاطفال ديالهم. بالنسبه لليوم هذا اليوم الاحتفالي هو تمحور حول واحد اطلاق واحد الحمله تحسيسيه وطنيه اللي تحت شعار الف يوم الاولى هي مستقبل الاولاد ديالنا، باش نحسسوا بالاهميه ديال هذا الالف يوم اللي من الحمل الى بلوغ سنتين من عمر الطفل. كانت واحد يوم تحسيسي وتواصلي على صعيد في مقر العمله، ودابا عندنا قافله طبيه متعدده الاختصاصات لفائده النساء الحوامل او في سن الانجاب كذلك بالنسبه للاطفال ديالهم، وهذه القافله الطبيه عرفت واحد الحيز بالنسبه للاطفال ذوي الاعاقه لانها هي شريحه من المجتمع وكتهم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كذلك ان صاحب الجلاله كيوليها واحد الاهميه مهمه. عندنا من بعد ان شاء الله واحد التوزيع ديال واحد البيبي بوكس لفائده الاطفال اللي يلاه تزادوا، وعملت مقاطعه عين الشق نظمت سطرت واحد البرنامج الاسبوع المقبل اللي غيكون كله حملات تحسيسيه كذلك وقوافل طبيه لفائده هذه الشريحه. شكرا.